الكبر أو التكبر هو شعور الإنسان بالتفوق على الآخرين، سواء من حيث المال أو الجاه أو العلم أو حتى القدرات الشخصية. هذه الظاهرة تتجلى في نظرة الشخص لنفسه كأعلى وأفضل من غيره، مما يدفعه إلى التقليل من شأن الآخرين، بل وحتى رفض نصائحهم وآرائهم. يعتبر ظاهرة الكبر مشكلة قديمة ومعقدة. يعتبر الكبر نوعاً من الغرور والمغالاة في الذات، وأنه ينشأ نتيجة فقدان الإنسان للوعي الحقيقي بذاته، حيث يعتقد الشخص المتكبر أنه يتفوق على الآخرين بسبب امتلاكه لصفات أو ممتلكات معينة، وبذلك يفقد الإنسان المتكبر قدرته على إدراك حقيقة أن القيمة الإنسانية ليست في الممتلكات أو المظاهر، بل في الفضائل والأخلاق، وحيث يغرق الشخص في وهم ذاته بدلاً من البحث عن الحقيقة. ما هو الكبر في المنظور الديني؟ يعد الكبر من أكبر الخطايا وأشدها خطورة. في الإسلام يعد الكبر من الذنوب التي تهدد بإبعاد الإنسان عن رحمة الله. قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. يعبر هذا الحديث إخواني الكرام عن مدى خطورة الكبر باعتباره عائقا أمام دخول الجنة. ومن أمثلة الكبر في القرآن الكريم قصة إبليس الذي رفض السجود لآدم عليه السلام، معتبرا نفسه أفضل منه بسبب خلقه من النار وأدم من الطين، مما أدى إلى طرده من رحمة الله ومن الجنة. تتناول التعاليم الإسلامية أيضا أهمية التواضع وحسن الخلق كبدائل للكبر، حيث يعتبر التواضع علامة من علامات التقوى والإيمان. الكبر إخواني سلوك اجتماعي يؤثر سلبا على العلاقات بين الأفراد والجماعات. الكبر يؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات وتفشي التمييز والاحتقار بين أفراده. الشخص المتكبر غالباً ما يضع حوله حاجزاً من العزلة الاجتماعية، حيث يصبح غير قادر على التفاعل مع من حوله، مما يعزز الشعور بالوحدة والانعزال. الكبر يمكن أن يؤدي إلى تفشي مشاعر الكراهية والحقد بين أفراد المجتمع، فعندما يشعر الناس بأنهم يحتقرون أو يعاملون بتعالٍ ينشأ لديهم شعور بالظلم والاضطهاد، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وانتشار النزاعات. آثار الكبر على الفرد: عزلة اجتماعية. الشخص المتكبر يميل إلى الابتعاد عن الآخرين بسبب شعوره بالتفوق، مما يؤدي إلى قلة العلاقات الاجتماعية والانعزال، تدهور الصحة النفسية. العزلة والشعور بالتفوق الزائف قد يؤديان إلى مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، فقدان الحكمة والتعلم. الشخص المتكبر يفقد القدرة على التعلم من تجاربه وتجارب الآخرين، مما يؤدي إلى جمود فكري. آثار الكبر على المجتمع: تعزيز الانقسامات الاجتماعية. الكبر يؤدي إلى تعزيز الفروقات الطبقية وزيادة التوترات بين أفراد المجتمع. انتشار الكراهية والحقد: الكبر يساهم في نشر مشاعر الكراهية والعداوة بين الأفراد والجماعات. إضعاف التعاون والتكافل الاجتماعي: عندما يشعر الأفراد بالتفوق على الآخرين يقللون من أهمية التعاون والتضامن، مما يؤثر سلبا على نسيج المجتمع. خطورة الكبر: الكبر خطير لأنه يعزز الأنانية ويضعف الروابط الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل والتواضع. الكبر يمكن أن يؤدي إلى تدمير العلاقات الشخصية والاجتماعية وزيادة النزاعات والتوترات داخل المجتمع، كما أنه يجعل الفرد يبتعد عن التعلم من الآخرين والتطور الذاتي، مما يعرقل تقدمه الشخصي والمهني. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظني وإياكم من الكبر والتكبر، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.